الأخت نور أمها مطلوبة 25 سنة صيام وصلاة، يصير تدفعهن على حياتها. تقول شنو يعني تدفع؟ الله سبحانه وتعالى ما يحتاج فلوس من عندنا، الله يحتاج من عندنا الطاعة. كم سنة هي ما صالت؟ 25 سنة سيد. بنت مؤدبة وحبابة واتصلت وخايفة على أمها، بس أقول لها شوفي بنتي، هذه خلي أمك تصير تجربة إليك، كل شبابنا خلي يصير دول الكبار السن تجربة لنا. نعم. تركوا عبادة الله وتركوا طاعة الله، وبعدين من كبروا القولون والضغط والسكر والذبحة والما أدري إيش، الآن لا تقدر تصلي ولا تقدر تصوم، تقول شنو أسوي؟ فلا يصير يعني، خلي دول قدامنا كتجربة، لا نصير إحنا نكرر تجربة هؤلاء الذين تركوا الله والآن يردون يعودون وبعد ما يقدرون يعوضون، يعني ما يقدرون يقضون. فيا شبابنا يا شبابنا، تمسكوا بطاعات الله عسى أن لا تندموا ولا تبقوا في مفترق طريق تدرون ما تدرون شو تسوون. الأخت الكريمة نقول أولا توبي إلى الله، 25 سنة عايفة الله، توبي إلى الله توبة نصوحة. ثانيا اقضي ما فات. تقول ما أقدر، أنا مريضة من جميع الجهات، اكتبي بالوصية أنه عليه كذا حتى يأدون عنك بعد الوفاة. من الثلث فقط سيدنا. من الثلث بعد الوفاة. أما الصلاة بما أنت عليه، تقول سيدنا كل بول وكل نقاسة وكذا، خلي تصلي بما هي فيه، وهي قاعدة وجهوها على القبلة، خلي تصلي قضاء، صلي قضاء، لأن الصلاة يجب عليها أن تقضي بما يمكن لها وتكتب الوصية أيضا. عسى الله أن يغفر لها، ما أدري، عسى الله سبحانه وتعالى يغفر، الله غفور رحيم، ولكن بدي أنا ما أريد أخلي يأس في قلب الوالدة، ولكن خلي تأدي اللي عليها بحياتها، خلي تسوي اللي تقدر عليه، تصلي بمقدار اللي يمكن لها تصلي على سجادة، ولو بالوضوء حسب تعبير بالطهارة العذرية ما في إشكال. الطهارة العذرية يعني هي تتطهر بس أكو نقاسة بدنها، وش تسوي هي غير قادرة على تطهير نفسها. نعم أحسنت. فتمشي نفسها، واضح. أما أنه الآن بحياتها تطي، إيش تنطي؟ تطي كفارات، إذا عندها فلوس تطي كفارات. الصيام اللي ما صامته عن كل يوم كيس طحين، 10 سنوات 300 كيس طحين، 20 سنة 600، 70 سنة و25 سنة يصير تقريبا 700 كيس طحين. ما تقدر تطي 700 كيس طحين، وأنا أدري طبعا صار برامجي جايين ناس هالشكل وأنطوا، قالوا إحنا عندنا وننطي 700 كيس طحين، ولكن بشكل تدريجي شوي شوي تقدر تطي كفارات، خطط الكفارات. نعم. ويبقى شنو؟ يبقى الصوم عنها، تكتب الوصية إن شاء الله تعالى بعد ذلك. الله يغفر لنا إن شاء الله، يغفر لنا جميعا ويهدينا جميعا.